بل تؤذنون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ما تعالت أصوات الناس بتكبير. الله أكبر ما تفتحت أبواب السماء في هذا الصباح. الله أكبر ما تنزلت علينا رحمة الله العلي القدير. الله أكبر ما تقاربت قلوب المسلمين في هذا اليوم العظيم. الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله. الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر وجعل لهم عيدا بعد إكمال صيامهم ويتكرر وواصل لهم مواسم الخيرات ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله الذي لا يحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمل مرقادها يوم الفزع الأكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض الكوثر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر.
الله أكبر، الله أكبر. أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، هذا اليوم من أيام الله المباركة جمعكم في صباحه المبارك على طهارة وتقوى، بعد أن أديتم فريضة الصوم خلال شهر رمضان، وأنتم في هذا الصباح طلعون لكم في يد الله تتسلمون منه جائزة التوفيق في صوم رمضان، وتمارسون فرحتكم الخالدة التي أنعم الله فيها عليكم عشرات جدارة واستحقاق. فهنيئا لكم ما صمتم وما أفطرتم وما فرحتم اليوم بصومكم وفطركم وإقبالكم في هذا الصباح على شكر الله، على تكبير الله وشكره. وإنه لأمر عظيم أن يجعل الله سبحانه وتعالى شعار العيد هذا التكبير الذي ترتفع به أصوات المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، الجميع هتافهم واحد وإحساسهم بالرضا واحد ودعواتهم إلى الله سبحانه وتعالى هاملة تسمى معاني الخضوع لجبروته والإنعام لحكمته وتقديره. وليس ربها في يوم عيدها المبارك، وإنما ذلك اختيار من الله سبحانه وتعالى حين خاطب عباده بقوله ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعل من أعظم من كان فيه هذا الصباح أن الدعاء فيه مستجاب، فقد عقب الحق سبحانه وتعالى على مشروعية التكبير لاستقبال العيد بقوله: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يخشضون. وليس ترتيب الآيات على هذا النوع بخال من الحكمة، وإنما هو ترتيب يعبر عن استحقاق الداعين لأن يستجيب لهم. أليسوا قد صلوا الشهر كله وقاموه؟ أليسوا قد أحسنوا إلى أنفسهم حين عصموا جوارحهم من ارتكاب المعاصي؟ أليسوا قد لقوا نداء الله حين نهضوا من رقادهم اليوم مكبرين مهللين حامدين شاكرين؟ ثم أليسوا قد فرغوا من توزيع زكاة فطرهم قبل أن يغدوا إلى مصلاه وواسوا بهذا الفائز الفقير وتعاونوا بهذا العمل الجماعي على القضاء على صورة فاقة صباح عيد الفطر؟ إنهم بهذا جديرون أن يستجاب لهم إلى ما دعوا الله سبحانه وتعالى وهو قريب المؤمنون. وما عليهم إلا أن يقدموا من هذه طاعته ما يريدون من مطالب لا يقدر عليها إلا الله العلي القدير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، انتهى رمضان وعد من أيام مفقودة، فربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، الليل والنهار وأيها الإخوة مضيقان، فأحسن الأمل فيهما إلا آخرة، فما من يوم يشق وجهه إلا وينادي قائلا: ابن آدم ألا يوم جديد وعلى عملك شهيد، يغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فكما أن لرمضان نهاية فكذلك لي ولك أخي المسلم نهاية، فكل يوم مضى عليك إلا ويقربك إلى باب القبر. تذكروا إخواني في من صلى معكم في العام الماضي في هذا المصلى من الآباء والأجداد والأحباب والجيران، لقد اقتطفتهم هادم اللذات ومرمل الأزواج والزوجات،
ومجثم البنين والبنات ومخرب القصور والغرفات، إنه مفسد التراب وفارق الأحباب، فهم الآن في الحفر المظلمة مرتهنون بعمالهم كأنهم ما ضحكوا مع من ضحك، وما أكلوا مع من أكل، وما شربوا مع من شرب، وما حضروا مع من حضر، وليس لهم من أعمالهم إلا ما قدموه في دار الفناء. قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال أيضا جل من قائله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، تذكروا الموت وابكوا على خطيئاتكم، فالعين إذا بكت كان ذلك دليلا على خوفها من الواحد الديان، وإذا جمدت فاعلم أن ذلك من قسوة القلب، وقسوة القلب من كثرة الذنوب، وكثرة الذنوب من نسيان الموت، ونسيان الموت من طول الأمل، وطول الأمل من شدة الحرص، وشدة الحرص من حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. لقد انشغل معظم الناس بأمر الدنيا ونسوا ذنوبهم الماضية، فما لمخلوق من بني آدم إلا وله ذنوب، فمن من داع أيها الإخوة صلى الصلوات المفروضة في ربها في وقتها كما أمر الله منذ أن وصل سن التكليف إلى الآن. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقولا. ناهيك عن الصيام بدون غيبة ونميمة، صيام كما أمر الله. والقائمة طويلة أيها الإخوة، فمن هذه القائمة الكذب، والكذب هو أقبح وأعظم جرم عند الله سبحانه وتعالى، وصاحبه ملعون، وهو شر المعاصي عند الله سبحانه وتعالى. ألم تكذب ولو مرة واحدة في حياتك أخي المسلم؟ إن من أبسط ما يفعله الرجل وزوجته حينما يطرق عليهم طارق باب منزلهم لغرض مما، يرسل الأب ابنه للطارق ويقول لابنه: قل له إن أبي غير موجود، أليست هذه كذبة؟ هذه نحن نحسبها أمورا بسيطة، ولكن الله سبحانه وتعالى يسجل كل شيء، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، اعلموا أنه ليس السعيد من أدرك العيد وجمل ظاهره باللباس الجديد، ومن أغطه بالطعام والشراب، إنما السعيد من تقبل الله منه صيامه وقيامه، وغفر ذنوبه وإجرامه، وزكى وصلى صلاة العيد في ختام صيامه، ورجع من مصلاه كيوم ولدته أمه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم فقال: إنه حدث مقامة من السماء ورب، تشترك فيها الملائكة في الملأ الأعلى، والطائعون من عباد الرحمن، وهي حدث جاء وهي حدث يقدم فيها الصائمون محصول عبادتهم ثيرة شهر رمضان، ويقدم الله لهم خلالها جائزة التوفيق في عملهم. فالأفراح في الأرض والأفراح في السماء. فعن سعد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا يا معشر المسلمين إلى رب كريم يعطي الجزيل ويقبع
عفواً يسير ويعفو عن كثير. فإذا اصطف الناس في مصلاهم باهامهم الجليل ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي كيف صاموا وقاموا ابتغاء مرضاتي يرجون رحمتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم وأوجبت لهم الجنة وجعلت ثوابهم من سيارهم رضائي ومغفرتي. فيرجع أقوام من مصلاهم كيوم ولدتهم الأمهات، ويسمى هذا اليوم في السماء يوم الجائزة. جعلني الله وإياكم من جائزين الفائزين يوم القيامة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبحديث سيد المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان من سلالة ينظم، ثم جعله أنفضاً في قرار مكين، ثم نقله في الخلق حتى تكامل جسمه وحواسه وسمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، تمسكوا بدينكم وطاعة ربكم وحافظوا على دينكم وخصوصا الصلاة، فإنها عمود الدين، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. واحللوا منع الزكاة التي فرضها الله عليكم في أموالكم، فقد أرضاكم الكثير وأرضى وطلب منكم اليسير قرضا. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وصوموا شهر رمضان وحجوا بيت الله الحرام، فإنهما من أركان الإسلام. واحذروا الغيبة والنميمة وقول الزور، فإن الله حرم ذلك في كتابه المسطور. واحذروا الغش في بيعكم وشرائكم ومقاولاتكم، فإن الغش ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة، ومن غش المسلمين فليس منهم. واحذروا أخذ الرشوة وأكل الربا، فإنهما من كبائر الذنوب. إياكم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فإن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك في محكم الآيات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. واحذروا الزنا، فإنه من الفواحش والمنكرات. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. واحذروا الخيانة فيما أخذ عليكم من الميثاق. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. واحذروا عقوق الوالدين وقطع الأرحام، فإن قطع الله يستوجب سخط الرحمن. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإنهما من واجبات الإسلام. وأوفوا الكيل إذا كلتوا وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تحرجوا الناس أشياءهم ولا تعدوا في الأرض مفسدين. واحذروا الشرك بالله، فإنه من أكبر الآثام. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أيضا جل من قائل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. واحذروا جميع الكاذبة، فعنه صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع أحكام المسلم بيمينه
لقي الله وهو عليه غضبان. وأحرسوا أبناءكم وبناتكم من الضرار، راقبوهم أطفالا وشبابا، فإنما هم رعيتكم وأمانة في عنقكم، والله سبحانه وتعالى سيسألكم عنهم يوم القيامة كما في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. ورحم الله امرأً سمحاً إلى باع، سمحاً إلى اشترى، سمحاً إلى قضى، سمحاً إلى اضطرى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، لقد ودعنا شهر رمضان وقلوبنا آسفة على فراقه، ولكن إرادة الله عز وجل في خلقه أنه كتب الثناء على كل شيء، وما كان لشيء في الوجود أن يطمع في الخلود. كل شيء هالك إذا وجاه، له الحكم وإليه ترجعون. فودعوه وداع بدون فراق، ليس بعده من تلاق، إلا يدري أحدنا أن يبلغه مرة أخرى، أو يأتي أجله المحتوم فيجاء إلى القبر ويساق. فعمروا أيها الإخوة ما بقي من عمركم في طاعة الله، وتزودوا بخير الزاد اليوم المعاد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، أطيعوا ربكم وأنتم تعيشون فرحة العيد، وداوموا على الطاعة، ولا تقضوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، ولا تكونوا قد ذهب رمضان وتستهلوا شر الشبهات بالفسوق والعصيان. وعلامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، وإذا قبل الله عمل العبد وفقه للعمل الصالح بعده، ومن عمل حسنة ثم أدفعها بسيئة كان ذلك دليل على عدم قبولها. وعن جعفر الأحبار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر عصى ربه فصومه عليه مربوط، وكان كمن شجل قصرا فاخر الأثاث ثم أقبل عليه فأحرقه، وكان كالمرأة التي نقضت غزلها بعد أن أحكمته وأظلمته. واعلموا أيها الإخوة أن المعبود هو الله، لا رمضان، ولا حد ولا أجل لعمل المؤمن دون الموت. قال تعالى مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاتقوا الله إخواني واشكروه على نعمة الإسلام حيث هداكم إليه وجعلكم به خير أمة أخرجت للناس، وتمسكوا به تكونوا من المفلحين. واصلوا أرحامكم يصلكم الرحمن، وصوموا ستة أيام من شوال. فقد قال صلى الله عليه وسلم: صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام جميع العام. وتفقدوا إخواني أحوال الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، وتصافحوا وتسامحوا وتراحموا وتغافروا، ودونوا عباد الله إخوانا وعلى الخير أعوانا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عموما. قال تعالى ولمزد قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المرشدين الحنفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة المبشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين وخصوص الأنصار منهم المهاجرين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم أمير المؤمنين
حامي حمية الدين صاحب جلالة ملك محمد السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم وفقه للخير واعنه عليه، وأقر عليه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، أصره بشقيقه مولاي رشيد، وحضور في سائر صدر الملكية الشريفة، ودمر الله برحمته الواسعة فقيل للأمة والإسلام جلالة الملك محمد الخامس وجلالة الحسن الثاني، اللهم أكرم مثواهما واجعلهما في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اجمع شتات المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلى بذنب مغفور وعمل مبرور، اللهم اغفر لآبائنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الأكوان الإخوان الذين قاموا بالصهيب على هذا الحفل الديني أحسن الجزاء، يثيبهم على ذلك أحسن الثواب، ويبارك في عمرهم وفي عملهم وفي صحتهم وفي أولادهم، ويرفع درجاتهم في أعلى المقامات، إنه سميع مجيب، آمين، والحمد لله رب العالمين.